المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر على التليفون. باشمهندس مساء الخير. اهلا، مساء الخير. اهلا اهلا. باشمهندس، حضرتك حضرت النهارده الجمعيه العموميه لمؤتمر التمرد، ايه الانطباع ايوه ايه الانطباع اللي خرجت بيه؟ والله انا رحت للشباب دول اساسا، انا رحت ابلغ رساله ان ده مش وقت انقسامات، انتوا شباب كله، انا شباب، الواحد ما بينساش دور هذا الشباب ان حمله التمرد دي كلها اللي هي فعلا كانت المفجر اللي فجر ثوره 30 يناير واللي فعلا خلت الناس كلها تنزل. فاحنا النهارده مش وقت انقسامات، واللي عايز يدي صوته للمشير السيسي لما يترشح اهلا وسهلا، واللي عايز يدي صوته لحمدين الصباحي اهلا وسهلا. يعني حضرتك من منطلق فأنا خوفك على لان انا شايف الشعب المصري حسم هذه المعركه من يوم 25 يوليو من سوري من يوم 26 يوليو لما لبى نداء الفريق السيسي وقتها اللي هو المشير السيسي النهارده ونزل بالملايين. يعني دي معركه حسمها وجدان الشعب المصري محسومه. يعني النهارده انا بقول للشباب انتوا كده يا فرحه العدوين فيكم، يعني انتوا النهارده بتدوا المجلس النيابي على طبق من فضه لفلول نظام ما قبل نظام مبارك، والناس اللي هتبقى جايه طابور الخامس بتاع الاخوان. يعني ده اللي انا دي وجهه نظري. وكون ان يعني النهارده ما فيش، يعني النهارده اللي عايز اهلا، يعني انا حتى رفضت لما انا جايين بيتكلموا على محمد عبد العزيز او حسن، انا رفضت الكلام ده. يعني حضرتك يا باشمهندس يعني رحت وحضرت الجمعيه العموميه خوفا وخشيه من انه يحصل انقسام داخل الحركه؟ انا قلت لهم يا جماعه انتوا كلكم، انا 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 سعيد بيكم لان انتوا كنتوا التيار القومي العربي الناصري كلكم، رغم ان في ناس في التيار الشعبي لو اللي بيقولوا انه لا، كلهم شباب جميل ناصري رفع صوره عبد الناصر. انتوا النهارده اللي يقول للسيسي او انتوا تتخانقوا، اللي يروح النهارده يقول انا هرجع تاني لنظام كامب ديفيد او عايز ارجع تاني لنظام الاخوان الارهابيه او حاجه، ده اللي تفصلوه. طيب عايز اسالك برضو نتوسع شويه في النقاش باشمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، الموقف اللي انت اعلنته من تأييدك للمشير السيسي، هل ده كان يعني رغبة شخصية منك ولا حضرتك بتعبر عن مجمل التيار الناصري؟ لا انا بعبر عن نفسي، انا ما بعبرش بس يعني انا يعني بيشرفني ان انا زي ما بنتمي لجمال عبد الناصر بالدم، انا بنتمي له بالفكر. يعني يعني ده شيء طبعا انا بفتخر بيه. طب وهل الاستاذ حمدين عصام، يعني عفوا هل الاستاذ حمدين صباحي لأن باشمهندس المشير السيسي اول حاجه الموقف اللي خده في 3 يوليو اعلن انه شريك في ثوره 30 يناير في 30 يونيو، لان هو الراجل زي ما احنا كنا كلنا معرضين حاطين روحنا على وداخلين الثوره تنجح يا مش هنرجع، هو الراجل خد نفس الموقف. وبعدين الراجل كمان بعد كده اكد اهم حاجه كنا بنفتقدها بقالنا 40 سنه، اكد مبدا الاستقلال الوطني، لم يخضع للضغوط الاجنبيه بتاعت امريكا. احنا فاكرين بقالنا 40 سنه ده السفيره الامريكيه بترفع سماعه التليفون كانت الحكومه كلها بتجيلها او السفير الامريكاني. طيب الراجل انا 40 سنه من التبعيه. طيب باشمهندس عبد الحكيم، من يوم ما جه كده وبعد حرب 73، ومن يوم ما ادينا له 99% من الاوراق، لما ادوا له تسعه، انا ما اديتوش شخصيا يعني موجودين وقتها، ادوا له 99% من الاوراق. طيب النهارده الموقف اللي خده المشير السيسي يوم 3، انا هذه ال 40 سنه اللي متبعيه لامريكا وتبعتها امريكا. طب باشمهندس عبد الحكيم، حضرتك بتقول انك انت بتنتمي طبعا بانتماء الدم للراحل العظيم جمال عبد الناصر وبالفكر، يعني انتمائك الفكري. طيب الاستاذ حمدين صباحي ايضا ينتمي فكريا الى عبد الناصر طوال فترته وطوال تاريخه النضالي. ايوه، ليه ما قيدتش الظرف مختلف؟ انا شايف الظرف مختلف، سباق 2012 غير سباق 2014. سباق 2012 كان في يعني كان الناس بتتعامل ان التيار اللي هو المتأسلم ده كنا كان الناس كلها بتتعامل انه تفصيل سياسي موجود. النهارده الوضع مختلف، النهارده ده اصلا هذا التيار
أثر عن وجهه الحقيقي أنه طيار إرهابي يتبع أجندة أجنبية، يتبع تنظيم دولي. أكد الكلام اللي كان بيقوله، اللي في وقت من الأوقات ناس اعتبرتها زلة لسان، أنا شخصيا مش واحد منهم. كان راجل بيقول طز في مصر وطز. النهاردة هذا الكلام مش موجود. النهاردة هذا النظام إرهابي إرهابي. فأنا النهاردة عايز الشريك، يعني النهاردة السيسي الفريق المشير السيسي هو الراجل بتاع هذه المرحلة. أنا عايز الرئيس اللي يجي يبقى قائد أعلى بجد للقوات المسلحة، مش يجي يقعد شهرين أو ثلاثة أشهر يعرف ملف القوات المسلحة ده شكله عامل إزاي. ده في حرب، حالة حرب. أشكرك، شكرا جزيلا ليك مهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر.